الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا وسهلا بكم. ما هو علم الحديث؟ علم الحديث هو علم من أشرف العلوم. ولو تخيلنا إن الإسلام طائر بيحلق بجناحين في السماء، جناح هيكون القرآن وجناح هتكون السنة النبوية المشرفة، مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عندنا مثلا الصلاة فرضت على المسلمين في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. طيب كيفية الصلاة عرفناها منين؟ من مجموعة من الأحاديث الشريفة، زي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. علم الحديث هو كل قول قاله الرسول صلوات الله عليه، وهو كل فعل قام بفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إقرار لحدث أمام الرسول أو حكي له فأقره ولم ينكره. سؤال لحضرتك، في حاجة أشرف من تعلم السنة النبوية المشرفة؟ لو مهتم بعلم الحديث تابع الفيديو الجديد، وما تنساش سبسكرايب وتشير في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.